بعد ما هنبدرها كده هنعمل حاجة كويسة قوي. هنسخن طاسة أو حلة هنشتغل فيها اهي. برضو الشيخ رمضان ما فتحليش الأنبوبة، الله يسامحك يا اخويا، ده عاوز عافية اهو فتحتها برضو، يعني من كلمة بان عليه اسم الله عليه. هنحط معلقة زبدة واحدة، معلقة صغيرة، عاوزة تحط شوية زيت براحتك اللي انت تحبيه. الحاجات بقى المادات الدهنية دي زيت سمنة في الطبيخ او في الاكل زي ما كيفك يجي. يعني زمان كده كنا لما نقعد كده يكلمونا حبايبنا كده واهلنا كانوا يقولوا ايه، ايد على ايد تساعد وايد لوحدها ما تسقفش، ودي الحقيقة اهو. سيح بس كده، بس كده. هنجيب دي بقى وننزل نسقطها كده في قلب السمن، هتاخد لون واحد بس، يعني ايه تحمر كده تشد. وبعدين ده كفته داوود باشا، دي جاتني معلومه حلوه قوي من ناس حبايبنا قالوا لي يا غاليه، في تركيا بياكلوها بنفس الطريقه بس مختلفه شويه. بعد ما بيعملوها بيقدموها مع زبادي بالنعناع وزيت الزيتون عشان يساعد على الهضم، وبيقدموا معاها عيش محمص. قلت لهم والله هي فكره حلوه، برضو الزبادي مع النعناع بيهضم، بيظبط ويهضم. تعالى انت كده اهي اهو، انا كده دايما ايه احب ايه احط الحاجة كده بمسوية عشان خاطر يعني ما ناخدش الموضوع كله مرة واحدة، لسه قدامنا وقت نعمل فيه كل اللي احنا عاوزينه اهي. تشد بقى كده وهنقول هنعمل ايه اهو. رؤيا الله اسمك حلو قوي يا ست رؤيا، يا رؤيا. الو، زيك يا قمر. الو، ها الو، ايوه سامعاكي يا حبيبه غالية. ازيك يا ست غالية؟ انا كويسه، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. النهارده هعمل لك كفته داوود باشا، ايه رايك؟ كويسه حلو. انت تعرفي مين الباشا اللي اتعملت له الكفته دي ولا لا؟ بتقولي ايه؟ تعرفي الباشا اللي اتعملت له الكفته دي ولا لا؟ لا ولا انا. شفتي بقى، عشان كده بقول لكل اصحابي وكل حبايبي اللي يعرف يقول لي. طب انا عايزاكي تعملي لي مكرونه بشاميل. عاوزه مكرونه بشاميل؟ اه. طيب عشان انت حبيبتي وغاليه عليا انا هعمل لك مكرونه بشاميل بكره، وده وعد من غالية على الهوا اهو، بكرة اعمل لك مكرونة بشاميل من عيني. شكرا أوي. العفو يا قمر. حبيبتنا بقى واحدة صاحبتنا على الصفحة من الجزائر بتقول لي يا غالية أنا حامل في بنت وندرت لما أخلف أسميها غالية. يا أختي ده كتير على غالية أوي. يا اختي ده انت اللي غاليه واغلى من الغلاوه. الملوخيه عشان تتخزن هقول لك على طريقتها بالظبط، هي بتتخزن ورق وبعد ما تيجي تطبخها بتبشرها بالمبشره، تاخد الحته على قد ما تطبخ. موضوع طويل شويه هشرحها لك عليه بعدين.